مع حضراتكم سريعا للبنان. منذ قليل انتهى اجتماع غرفة عمليات إدارة الأزمة في بيروت. خلينا نعرف ما الذي دار في هذا الاجتماع المهم جدا مع سيرة القاضي مروان عبود محافظ بيروت. أهلا وسهلا معالي المحافظ. أهلا بك. أهلا بك. يا ريت حضرتك تقول لنا ما الذي دار. أولا طبعا خالص العزاء من كلنا من الشعب المصري لأهلنا في لبنان الشقيق، لما فقدتموه وما فقدناه من أشقاء وأبناء لنا في لبنان، وإن شاء الله تعود بيروت أفضل مما كانت. ماذا دار في الاجتماع؟ شكرا لكم ولجميع أبناء الشعب المصري، وأبعد عنكم كل صعوبة كل مصاعب وكل آمين يا رب. أحداث مفجعة التي نعيشها اليوم في لبنان، حيث كل يوم يحمل لنا أخبار سيئة أكثر من اليوم الذي سبقه، وكأن القدر كتب لنا أن نتدحرج من رأس جبل إلى قعر هاوية. للحقيقة بالأمس كان دور الانفجار الكبير في تدمير بيروت، أما اليوم فإن بيروت تدمر من قبل أبنائها وأهلها، حيث يتم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا يترك أسا وجرحا كبيرا في قلب الوطن. أنا أفهم مشاعر الناس، أفهم أنهم مصدومون بسبب ما حصل، مصدومون ومكلومون وغاضبون معالي المحافظ. وغاضبون، ولكن لا، ما هكذا، يعني ما دخل الممتلكات الخاصة حتى يقوموا بتدميرها؟ ما دخل ممتلكات الشعب التي هي الممتلكات العامة حتى يقومون بإحراقها وتدميرها؟ إنها ممتلكاتهم، وبالتالي ستبقى لهم ولن يجرؤ أحد من السياسيين على أخذها منها، فلماذا تدميرها؟ هذا ما كان يحزنني. كنا طول الوقت حريصين على أن نلعب بين مسارين، الأول هو عدم إزاء المتظاهرين، والثاني منع المتظاهرين من إزاء الأملاك الخاصة والعامة. ولكن ما حصل قد حصل. يجب أن نترك فسحة أمل، يجب أن نترك مكانا لإعادة الأعمار، حيث زارنا اليوم معالي أمين عام الجامعة العربية الأستاذ أحمد أبو الغيظ، فاستقبلته في بيروت وقمنا بجولة سويا، فزرنا موقع الانفجار ومن ثم زرنا بعض شوارع بيروت، فعاين بنفسه حجم الدمار. نعم. وكان متأثرا، وهذا بالطبع يظهر محبة مصر وأهلها وشعبها. الشعوب العربية كلها، والله شعوب العالم تحب الشعب اللبناني وتحب لبنان. طبعا احنا كمصريين ليكم عندنا يعني الكثير من او الرصيد الكبير على مدى السنوات، لكن اللي عايز اسأل حضرتك عليه هو اذا كنا نطلب من المواطن اللبناني الا يغضب غضبا مدمرا، فما الذي نتوقعه منه غدا حدث ما حدث اليوم؟ هل هذه المظاهرات نقدر نقول انها انتهت ام انها ستمتد لايام ويجب أخشى ان يكون ما حصل اليوم هو بداية مسار غير محمود، مسار غير محمود في الامعان لتدمير هذه البلاد وتدمير بنيته التحتية. وصحيح ان للمتظاهرين مطالب محققة، وهم بمعظمهم أناس وطنيون يرغبون برؤية البلاد بشكل. طب ما هي بارقة الأمل التي سنعطيها لهؤلاء الشباب وللمواطنين ك
كي يهدأوا قليلا وينتظروا الخطوة التالية. الناس محتاجة الأمل، ما هو خيط الأمل يبدأ منين؟ خيط الأمل يبدأ بإعطاء جواب مقنع عن ما حصل، بتقديم جدول زمني لإصلاحات عميقة تحتاجها البنية اللبنانية تمكينا للبنان من للخروج من هذا المأزق. نتمنى من الله سبحانه وتعالى. بشكرك معالي المحافظ القاضي مروان عبود محافظ بيروت، شكرا جزيلا، وقلوبنا مع لبنان والشعب اللبناني.